بغض النظر بقى عن رسمة الايلاينر اللي عايزة ضرب النار دي، طبعا عيني اول ما تعرف ان انا خارجة لازم يطلع الايلاينر الايلاينر بالشكل المقرف اللي انتوا شايفينه. بس يا جماعة مش مشكلة خالص، دي كانت خروجة العيد. هتقولي بتاكلي ايه بتجيجي؟ طبعا طلبت المولتن كيك، كان وحشني جدا 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 فوق ما تتخيلوا، والجو كمان تلج، فبصراحة مش لايق غير المولتن. اجيب لك مولتن؟ عايزة لاتيه واحدة مولتن، وطبعا معاها المشروب الخطير الكابتشينو كده بالرغوة. يا سلام، احلى حاجة في المكان ده بقى هي الفقرة اللي انا هقدمها لكم دي. المكان ده عبارة عن مجمع كافيهات كتير جنب بعض، وفي كمان كيدز اريا للاطفال. سعر الطفل كان 85 جنيه اليوم ده، والوقت كان مفتوح. مريم وبصراحة أول ما سمعت إن هم عاملين الوقت مفتوح في اليوم ده، أنا بصراحة كنت عايزة أقول لهم خدوا قلبي مش عاوزاه، لأن دايما بيعملوا سعر التيكت للطفل بعدد معين من الساعات يا جماعة. بس اليوم ده علشان كان يوم العيد تقريبا عملوها اليوم اوبن داي، يعني مفتوح زي ما أنتوا عايزين. الكيدز اريا بتكون جنب الكافيهات، فالولاد بتبقى رايحة جاية كده عليكي. وده بقى بيكون الفيو قدام الكافيهات الكتير. الكافيهات بتكون جنب بعض وقدامها الشاشه الكبيره قوي دي بقى، واغاني شغاله بقى، والناس تقوم ترقص وتهير. بصراحه كلنا كنا مبسوطين قوي وعمالين نهيص. يعني انا بالنسبه لي كأم، اي مكان فيه كيدز اريا كده بتاخد مني الاطفال انا بحبه وبعشقه وبدوب في هواي. يعني الولاد تفضل طول النهار كده تلعب، وتيجي تبص عليكي وترجع تلعب تاني، ما يقعدوش بقى فوق دماغك يزهقوكي. طبعا احنا عملنا كل ده عشان مريم تعبت معانا في البسكوت وصورت لنا وصفه تحفه تجنن جدا. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد. ايه ده؟ سنه سعيده عليكم. ايه ده مش بتبص ليه؟ شوفوا علقت وان باظت. اوه طب ما انا طلعتها صح، يا لهوي طلعتها حلوه قوي قوي قوي. هنحطها، ودي بقى هوريكم انا بعمل كل التورت. هاخد حته عجينه. طب بصوا المره الجايه انا عملت ايه؟ بصوا دي لو عجبتكم قولوا لي، علشان مش عارفه يا بجد قولوا لي في الكومنتات. انا قولوا لي بقى هنصبر صب وهنعملها كده. ممكن كده شوفوا وهنعمل كده نفحصيها. بصوا بتتعبوا يا جماعة، هتطلع وحشة. يا لهوي بجد دمي خفيف، انا دمي خفيف جدا. وهوريكوا في الاخر قد ايه شكلهم عامل ازاي. توقع ان اقدر اكرهكوا؟ اخصى عليا، ده لو حد قال بس كده عليكم كلمة وحشة هبهدله.